وقعنا بروتوكول مع مصلحة الأحوال المدنية. البروتوكول بيتيح إن الأربع تلاف فرع الخاصين للبريد بيبقوا منفذ لتقديم خدمات الأحوال المدنية. وبالتالي النهاردة أي مواطن موجود في أي محافظة أو في أي قرية، بدل ما كان بيتنقل من القرية بتاعته يروح لأي مركز من مراكز الأحوال المدنية اللي هي عددها أقل بكتير جدا من مكاتب البريد عشان يقدم الطلب بتاعه، النهاردة مش محتاج يعمل الحكاية دي، يروح لأقرب فرع بريدي أو مركز خدمة بريدية بيقدم الطلب بتاعه وبيستلم الإصدار بتاعه لإما في مكتب البريد أو حتى ممكن يطلب إنه يجيله لحد البيت. النهاردة لو أنت هتقدمي بطاقة رقم قومي جديد فأنت مضطرة تروحي للمصلحة نفسها لأن في تصوير، في بصمات، في طلبات، لكن بعد كده أي إصدار من البطاقة سواء إذا كنت بتجدد البطاقة على سبيل المثال مش محتاجة تروحي أبدا غير أقرب فرع، بتروحي ببطاقة الرقم القومي بتاعتك. السيستم الهيئة بعد التطوير اللي تم في كل مكاتب البريد ما مرتبط بالنظام الخاص بمصلحة الأحوال المدنية. كل اللي بيطلبه موظف الشباك انه بياخد الرقم القومي، بيدخل الرقم القومي على الكمبيوتر وايه نوع الخدمه اللي انت طالبها. دي الخطوات، بمعنى انا على سبيل المثال عايز اطلع صوره من شهاده ميلادي، كل اللي مطلوب ان انا باخد بطاقه الرقم القومي بروح لاقرب مكتب بريد، الموظف بياخد بطاقه الرقم القومي بيدخل رقمك، السيستم الربط اللي ما بيننا وبين مصلحة الأحوال المدنية بيتاكد ان الرقم صحيح، الموظف بيتأكد من شخصيتك وبتدفع الرسوم المطلوبة بالمصلحة وانتهينا على كده. بياخدش الموضوع أكتر من دقيقة دقيقتين، ما بتعبيش أي أوراق، الموظف ما بيعبيش أي أوراق، ما بيختمش أي وصولات بالإيد، ما عندناش كربون، كل ده ممنوع، فالموضوع ما بياخدش أكتر من دقيقة دقيقتين. بعد كده بيسألك إنك تحب تستلمي الإصدار بتاعك بمكتب البريد ده ولا تحب إن احنا نوصلها لك لحد البيت. لو قررتي ان هي توصلك لحد البيت بيبقى في رسوم اضافيه اللي هي رسوم التوصيل البريديه العاديه جدا لحد بيتك. وقت ما توصل الاصدار بتاعك جاهز بيجي لك اس ام اس على موبايلك اللي احنا اخذناه منك ان الاصدار بتاعك جاهز، اذا كان في مكتب البريد او هيتوصل لحد بيتك.